تأمام، أسطورة الأساطير، الثعلب الكبير، هرم الزمالك، أول من هتفت له الجماهير بص شوف حمادة بيعمل إيه. مرت ذكرى رحيل رمز الزمالك حمادة أمام ثقيلة على جماهير الزمالك في كل مكان. الملايين الذين عشقوه لاعباً وإدارياً ومعلقاً، كان فيها رمزاً للنجاح وأسطورة التميز. حمادة أمام هو هداف الزمالك التاريخي في الستينات، ساهم بدور فعال في صناعة شعبية النادي الكبير بأهدافه الجميلة وأخلاقه الرفيعة. أطلقوا عليه الثعلب الكبير لقدرته على خداع المدافعين وحراس المرمى، وحقق حمادة أمام إنجازات تاريخية مع الزمالك، ووضع حجر الأساس لمدرسة الفن والهندسة، وحقق لقب بطل الدوري 3 مرات. اعتزل حمادة أمام الكرة ليحترف مجال الإدارة، وكان أحد أنجح مديري الكرة في تاريخ النادي، وانتخب عضواً لمجلس إدارة النادي، كما انتخب وكيلاً ونائباً لرئيس النادي، وانتخب في نفس الوقت نائباً لرئيس اتحاد الكرة، وكان صاحب الصفقة الشهيرة في عام 1993 عندما تعاقد الزمالك مع محمود الجهري لقيادة فريق الكرة الفائز بدوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي. وقدم حمادة أمام للكرة المصرية في التسعينات وبدايات الألفية الثالثة نجله الأسطوري حازم إمام، الثعلب الصغير، أحد أهم رموز الكرة الزملكاوية والمصرية، وصاحب التاريخ الحافل بالبطولات والإنجازات. ومع النجاح الإداري كان حمادة أمام صوتاً عظيماً لا تنساه الجماهير، والمعلق الأول في مصر والوطن العربي لسنوات. رحم الله كابتن حمادة أمام هرم الزمالك الكبير. برحب بحضراتكم مرة تانية، بنستقبل ضيفنا هاني عصام الناقد الرياضي. منور الدنيا يا هاني، ولكن يعني بعد التحية بيك ومنوردة طبعا في قناة نادي الزمالك وكل سنة وانت طيب، حابب بصراحة على ذكر رحيل كابتن حمادة إمام. أنا بشوف إن كابتن حمادة إمام هو زي ما اتقال في التقرير كده إن هو مؤسس مدرسة الفن والهندسة، واحد من أهم رموز نادي الزمالك اللي عملوا نادي الزمالك شعبية بالذات في فترة جيله مع الجيل الذهبي، ما خدش إنذار ولا مرة. خدم الكرة المصرية كلها، يعني مش بس خدم نادي الزمالك ولكن خدم الكرة المصرية في العموم. إداريا ناجح، معلقا ناجح، لاعب كرة عظيم، أسطورة لم ولن تتكرر. دايما الناس بتتكلم على أخلاقه داخل الملعب، أخلاقه خارج الملعب، دايما بحسه قدوة لازم كل اللعيبة يعني يحتذوا بيها بصراحة. برحب بيك يا ماما، مبسوط ان انا موجود معاكي. كابتن حماد الله يرحمه، زي ما انت قلتي في فرق ما بين ان انت تكون نجم وان انت تكون يعني اسطوره، مش اسطوره كمان، ان بسببك ملايين يشجعوا. ده اللي كان موجود في الكابتن حماد امام. كان في نجوم كتير على مر التاريخ في اهلي او زمالك كل الانديه، بس قليل قوي اللي بتلاقي لعيب اللي الناس كلها رايحاله، الشعبيه بتاعته، الجمهور بيحب النادي ده عشان خاطر اللعيب ده. كابتن حماد امام الله يرحمه رمز من رموز الكوره في مصر، مش بس الزمالك. لحد دلوقتي احنا بنتكلم على فنيات ولمحات الكابتن حماد امام. يعني اما بنبقى قاعدين كده في التلفزيون بتشوف اي ماتش للكابتن حماد امام على النت كده، اي حاجه قدامك للكابتن حماد امام لازم تقفي، مستحيل تعديها. لا طبعا بالظبط. كابتن حماد امام بعد ما اعتذر كمان عمرنا ما سمعنا ان كابتن حماده في مشكله، في ازمه جوه النادي وبره النادي. كان معاه برضه لعيبه تقال برضه قوي، كابتن احمد رفعت، كابتن احمد مصطفى طبعا، على الجانب الاداري كمان طبعاً. يعني ما كانش في مشكله خالص للكابتن حماد امام الله يرحمه. فنوعيه صعب انها تتكرر تاني. انا شايف بشوف ان بالظبط كابتن حماد امام رحمه الله عليه تفتقد الكره المصريه على مدار العصور، يعني على مدار سنين كتير جدا. لعيب ما جاش زيه تاني. بالظبط، يعني تفتقده حتى الان. بس انا مبسوطه ان احنا عندنا حازم امام، يعني مبسوطه ان احنا عندنا نسخه امتداد لكابتن حماد الموهوبين. كابتن برضو اخلاقه بصراحه يعني لا غبار عليها، فنيات برضو نفس الكلام، وحاليا موجود مع اتحاد الكره طبعا. كابتن حازم امام برضو من اللعيبه اللي برضو جماهير الزمالك ما تنساهمش، برضو بيعتبروه واحد، مش بيعتبروه، هو دي حقيقه بصراحه. حازم امام ايضا نسخه، بقول لك نسخه إيه إيه بالظبط من كل حاجه حمد. بصراحه موهبه، اخلاق، اداره، فامتداد لعيله الكابتن حماد الله يرحمه، تعامل الفن والهندسه. على فكره حازم
حازم كان في الجزئيه اللي لسه بقول لك عليها. حازم امام ساهم في يعني عوده حازم امام للزمالك اول ما رجع نادي الزمالك من الاحتراف، كان حدث وقتها ما كانش فيه بقى سوشيال لسه وكده، وعوده حازم امام وماتش الزمالك والاهلي لما رجع وفوز نادي الزمالك بالظبط كان حدث. يعني تخيلي لو الوقت ده احنا بنتكلم دلوقتي وحازم امام راجع مثلا من الاحتراف، شوف الضجه اللي هتحصل. حازم امام اعتزل، عمرنا ما سمعنا ان حازم في مشكله في ازمه لحد دلوقتي. حازم امام نفس اللي بينطبق على كابتن حماده، هو حازم كان جمهور الزمالك في قطاع لو تتذكري في المدرجات ساعتها تيشيرت وصورة حازم امام، كانت تيشيرت الزمالك كله في المدرجات الثالثه بصوره حازم امام. دي حقيقه. عايزه اروح معاك برضو لنجم تاني من نجوم الزمالك اللي النهارده عيد ميلاده ال 28 وهو زيزو. عارفه ان انت ايه نجم مدرجات، يعني انت في المدرجات على طول هاني، يعني مش راحم نفسه. بتقولي النهارده لزيزو، وايه اللي بيخلي زيزو مختلف عن اي لعيب تاني ممكن تشوفه مش بس في الزمالك، لا في الدوري كله؟ بصي زيزو عقليه، انا شايف ان زيزو انت ممكن تكون امكانياتك كويسه بس انت ما بتساعدش نفسك، ما بتطورش نفسك، واقف في نفس المنطقه اللي انت فيها. زيزو من 3 سنين غير زيزو دلوقتي. انا متذكر زيزو اول ما جه الزمالك كانت لسه في البدايات، والكونفدراليه وكريستيان جروس لما كان موجود مع نادي الزمالك، كان زيزو اول ما جه كان بيضيع كتير، كان الفينش بتاعه مش زي دلوقتي. هتبص تلاقي زيزو السنه اللي فاتت غير السنه دي حقيقة. من سنتين غير دلوقتي. فالحاجه اللي ده اللي بيميز اللعيب عن اي لعيب تاني، ان انت تطور من نفسك لحد ما وصلت ان انت دلوقتي أهم افضل لاعب في مصر اخر 3 مواسم. يعني انت حتى في الزمالك في عز ما النتائج ما كانتش افضل حاجه، على كان زيزو موجود ماركت 5 مليون دولار. زيزو افضل اللعيبه اللي موجودين. نتائج الزمالك مثلا اتعادل خسر، بس هتلاقي زيزو هو نجم الماتش. صح. زيزو عنده نقطه تاني غير العقليه، لعيب مسؤوليه. يعني بيتحمل المسؤوليه. يعني زيزو تحس ان هو موجود في نادي الزمالك من الناشئين مثلا، لا عنده الشخصيه جوه الملعب كمان. في وقت معين من الماتشات بتحتاج لعيب زي زيزو اللي هو يغير الماتش، يوجه اللعيبه، فده اللي موجود في زيزو. ده اللي بيميزه عن اي لعيب تاني موجود مش بس في الزمالك، لا في الدوري المصري كله. فعشان كده زيزو موهبه جامده، وانا شايف ان لحد دلوقتي الزمالك ما استفادش من زيزو افضل حاجه لسه. لا زيزو عنده كتير جدا لسه كمان. لسه عنده كتير، ده احنا محتاجين نوقف العمر بقى عند 28. زيزو لسه عنده كتير جدا كمان يقدمه مع نادي الزمالك. زيزو يعني نتكلم من دلوقتي 3 4 سنين جايه، انا شايف زيزو هيكون له دور كبير جدا وهيساهم باذن الله في بطولات كتير. ازاي الزمالك يستفيد منه؟ لان كمان الاستفاده من زيزو لا تعم فقط على نادي الزمالك ولكن كمان على المنتخب. بالظبط. طول ما انت في النادي ماشي كويس ومستقر وتركيزك كله مع الزمالك وبتأدي بشكل كويس ومستريح، ده هيبقى ليه مردود على المنتخب. انا اتذكر كابتن حسن شحاته، جيل الذهب لكابتن حسن شحاته، كان الوقت ده الجيل الذهبي لكابتن حسن شحاته احد اسباب واحد العوامل اللي ساعدت الكابتن حسن شحاته على نجاحاته، ان كان في القوام الموجود بتاعه كان مستقر في النادي بتاعه. كان بياخد بطولات، كان في استقرار اداري، استقرار مالي، كل ده كان مساعد اللعيبه مع النادي. اما جه للمنتخب فخلاص هو جاهز ان هو يلعب، جاهز ان هو ياخد بطولات. يعني انت كمان شايف ان زيزو لحد دلوقتي لسه ما اداش كل حاجه، لسه كمان لسه الفتره اللي جايه زيزو ما وصلش خلاص اللي هو انت وصلت لكل حاجه، لا زيزو عنده كتير كمان يقدمه مع نادي الزمالك. يجي يقدر يأدي بنفس الأداء وبنفس الشكل زيزو؟ مستحيل، صعب. أعتقد كل الأندية دلوقتي بتدور على لعيب زي زيزو. بس صعب يلاقي زيزو في الزمالك. عايزك أروح معاك ليه فترة التوقف اللي احنا فيها دلوقتي واستغلال الزمالك لهذه الفترة، كيف يستغل الزمالك فترة التوقف لإعادة بنية الفريق؟ فنية مهم جدا أن أنت تكمل بنفس الشكل اللي أنت فنشت بيه. الماتشات الودية مهمة جدا، المعسكرات كمان، المعسكر اللي جاي للامارات هيبقى فيه احتكاكات قويه جدا ومع مدارس مختلفه. من وجهه نظري ده الزمالك كان فيه وديه وفاز فيها 8-0. وكان فيه وديه قبلها مع كسكادة كمان. الوديتين دول مهمين جدا قبل ما تسافر. معسكر الامارات انا شايف هيبقى المعسكر ده افضل استعداد للزمالك
قبل بدايه الدوري، ان انت بتحتك كمان مع مدارس مختلفه في المعسكر بره، بتتعامل مع الماتشات دي كانها رسميه كمان. فده فتره التوقف طويله، فمهم ان انت تستغلها بالشكل ده. الجانب الفني، الجانب الاداري كمان، ان انت باذن الله الزمالك ينجح ان هو يحل مشاكل كتير كانت موجوده. ده ماتش النهارده الزمالك وعصمصون طنطا الودي اللي كسبنا فيه 8-0. سامسون اكينيولا جاب هاتريك، وابراهيم انضاي برضو جاب هاتريك، وعمر جابر كمان وناصر منسي يسجلوا 8 اهداف. لو بصيتي على كل اللعيبه اللي سجلت ماتش النهارده، انا شايف معنويا مهم جدا بالنسبه لها سامسون وانضاي وناصر منسي كمان. وانضاي وناصر منسي، يعني الثلاثه ده هيفرق معاهم قوي. الثلاث مهاجمين بتوع الفريق، فالثلاثه مهمين جدا. يعني واحده برضو من الاجابات اللي شايفاها يا هاني، ان الونش في مباراه كاسكادا ومباراه عصمصون دي النهارده شارك بشكل اساسي في انا عايز اقول لك على حاجه. الونش لو كان بدري شويه كان موجود ولحق، طبعا كان راح، كان هيبقى موجود في المنتخب طبعا. يعني عايز اقول لك روي فيتوريا كان بيسال تقريبا كل يوم على الونش جاهز ولا لا، يعني لو عشان راجل فاهم طبعا ضروري طبعا جداً الونش كان بالنسبه له وجوده كان هيبقى مهم كان جدا، كان حاطط امل لحد اخر لحظه ان الونش يكون موجود وان الونش يشارك معاه في بطوله افريقيا. فشايف ان الفتره ديت الونش يجهز في الماتشات الوديه كمان اللي الزمالك هيلعبها بره، هيبقى مهم جدا بالنسبه للفريق بعد السنة. أنا كان نفسي بصراحة يلحق بصي أفريقيا. إداريا كمان هقول لك دلوقتي الفترة دي مهمة قوي إن أنت تحل إن شاء الله خلاص روتوش بسيطة على حل مشكلة القيد طبعا. ده مهم جدا في الفترة ديت إن أنت تبتدي تعيد وترتب ورقك من جديد، تشوف الصفقات كمان اللي أنت محتاجها. بس في الميركاتو الشتوي يا هاني بنجيب بس الصفقات اللي تمشيك بس لنهاية الموسم، ولكن الميركاتو الصيفي طبعا بيبقى لا حاجة تانية. انت يعني دلوقتي الزمالك محتاج كام صفقة وفي صفقات هتخلص بإذن الله. في بصي ان شاء الله في يعني الفترة اللي فاتت كان في مشاكل وأزمات مالية والكلام ده كله، بس عايز أقول لك إن الزمالك، ودي يعني معلومات، الزمالك بيروح لأي لعيب من غير ما يتكلم في فلوس، وحصل مع كذا لعيب الفترة اللي فاتت من أول ما المجلس بدأ لحد دلوقتي، أو بالتحديد الفترة الأخيرة دي، الزمالك لما بيقعد مع أي لعيب اللعيب ما بيتكلمش في أي حاجة، يعني إعادة العقود أوقع. عظيم. يعني إن الكلام اللي بيتقال فيه مشكلة، لا، أي لعيب يتمنى هو يجي نادي الزمالك طبعا، طول ما انت كمان عندك صوره ذهنيه عند اللعيبه بشكل كويس. بص سيبك من اي حاجه، سيبك من المشاكل وايقاف قيد وكل ده، لا انت اسم الزمالك اي لعيب بيتمنى يبقى موجود في نادي الزمالك، واي لعيب في الدوري نفسه ان هو يبقى موجود في لعيبه بتتكلم المسؤولين في نادي الزمالك ولاعيبه في انديه كبيره بتكلم المسؤولين عايزين يجوا طبعا. يعني مجرد ما الزمالك بيقول بس انا هجيب صفقه في خط الهجوم مثلا، فتلاقي لعيبه خط الهجوم مش وكلا بقول لك، لا، لعيبه نفسهم هم اللي بيتكلموا ان احنا عايزين كلمت نيجي، كلمت المسؤولين. أيوة انت برضه مش نادي قليل، برضه انت الزمالك. يعني سيبك بقى من ازمه ومشكله كده والكلام ده كله، لا، فانا بقول لك انا مبسوط جدا بفتره التوقف دي. جت في وقتها عظيم، ان انت عارف اللي بيجري محتاج ان هو يقعد ويهدى، تقعد بقى تريح، اللي انت تشوف ايه المشكله اللي عندك، في ازمه تحلها، مشكله ايقاف قيد. ايقاف قيد خلال ساعات خلال ساعات باذن الله المشكله هتتحل يا رب وبشكل نهائي. وعايز اقول لك على حاجه كمان، انا تواصلت مع ناس في البرتغال وفي سبوتنج لشبونه، وناس كانوا وسطة كمان في حل المشكله ما بين الزمالك وسبوتنج لشبونه. من اول يوم الناس في سبوتنج لشبونه كان سؤالهم، طب احنا كنا خدنا وعود قبل كده والفلوس ما اتدفعتش والكلام ده كله. الناس مبسوطين جدا بالتعامل وبالاسلوب ومن مجلس الاداره اللي موجود في نادي الزمالك. ده اللي مبسوطين في تعامل احترافي. من الناس في البرتغال وسبوتنج لشبونه مبسوطين جدا، حاسين لا في شغل على ارض الواقع موجود من المجلس. في جديه، مش مجرد ان احنا بنتفاوض، لا، في جديه وفي جزء من الفلوس وربما تكون الفلوس كلها كمان موجوده، فحاسين ان اللي بيتعامل معاهم دلوقتي لا يعني في اختلافات عايز احل كمان. هم الفتره اللي فاتت على فكره او في قبل كده كان في كلام، طب احنا عايزين نحل، طب يستنوا، يعني عارف اللي بيروح وما رجعش. لا ده دلوقتي في اكتر من من من
من سفريه هناك في البرتغال، ان انا مش مجرد ان انا بكلمك في التليفون، لا انا هاجي انا عايز اخلص المشكله اللي عندي وعايز اخلص القيد، وفعلا الزمالك محتاج صفقات. فالناس مبسوطه جدا بالتعامل، والناس مبسوطه بالاسلوب والجديه، وان انت بسرعه عايز تجري وعايز تخلص المشكله. انت بتنافس خلاص، يعني انت دلوقتي عندك كونفدراليه، دي حلم الجماهير طبعا. وكاس مصر، وكاس مصر انت وصلت للنهائي. وانا ضد ان انت تقول ان لا الدوري لسه موجود في الملعب، وان الزمالك لسه دور تاني كمان وباقي الماتشات. لا الزمالك بس لو خدتها في الدوري ممكن الناس بتتكلم على فقدان الامل في الدوري، اعتقد لو خدتها على محمل الجد المباراه اللي جايه. لا ما انت الدوري، لو انت ماتشات الدوري لازم تتعامل معاها ان هي كؤوس. بالظبط. انا اكسب في الدوري، سيبك من ان انا خلاص يعني فرق النقط والكلام ده كله، بس انا معنويا لما بكسب في الدوري بتقف على رجلك. معنويا بتقول للناس كلها لا يعني انا موجود، مش مجرد ان انا هكسب في افريقيا ولا. طب خلينا، انا شايفه ان حظوظنا في الكونفدراليه اكبر، شايف ازاي حظوظ الزمالك من وجهه نظرك انت؟ الزمالك هو المرشح الاول للفوز بالكونفدراليه. يعني مش عايز اقول لك ان خلاص البطوله، لا مش البطوله مش سهله. لا طبعا البطوله مش سهله، تخلينا نتفق على ده. لا يعني بدايه من الدور الجاي هتبقى الماتشات اقوى، وبدايه من الدور الجاي هتلاقي الانديه اقوى والمنافسه كمان مختلفه، وان انت ماتشات هتبقى ذهاب وعوده كمان. فالجون والفرصه هتفرق طبعا. الزمالك هو طبعا الفرصه مش يعني الفرصه اللي هتضيع مش هتتعوض في الماتشات دي طبعا. يعني 90 دقيقه 90 دقيقه، فزي ما بقول لك انت لو بتكسبي في الدوري ومركزه والنتائج كويسه في الدوري هتديك ثقه وانت بتلعب في الكونفدراليه. العكس لا قدر الله لو النتائج مش كويسه في الدوري ايه اللي هيحصل؟ هتنزل افريقيا مضغوط طبعا. ثقتك ان انت لا يعني بتفكر هنا وبتفكر هنا. لكن طول ما انت بتكسب الفوز بيجيب فوكس، والمكسب بيدي ثقه، معنويا بتبقى اعلى كمان. كل ده بيختلف. الزمالك هو المرشح الاول للفوز بالكونفدراليه. مش بس عشان النتائج بتاعت الزمالك في دور المجموعات، لا اسم الزمالك. يعني مع احترامنا لكل الانديه اللي موجوده في البطوله، لو جيتي بصيتي من وجهه نظري الزمالك في جاب كبير جدا جدا بينه وبين كل الانديه. صح. بس اللي بينطبق على بطوله، يعني لو بصينا على بطوله افريقيا دلوقتي، لو قلت مثلا مين المنافق، مين المرشح، انا ممكن اقول لك مثلا مصر والسنغال وكوت ديفوار وكل ده، بس في نفس الوقت اقول لك بس المفاجات واخده الكوره في افريقيا كله بقى زي بعضيه، والمنتخبات مستويات كلها متقاربه، وكله عنده الطموح وكله عايز يكسب. انا توقعي ان الادوار النهائيه في الكونفدراليه توقعي هيبقى فيها مفاجات، هيبقى فيها مفاجات. في انديه خارج الترشيحات وخارج التوقعات هتبقى موجوده في الادوار النهائيه مع الزمالك باذن الله. طب وكاس مصر؟ كاس مصر اهم بطوله للزمالك السنه دي اعتقد، بعد الكونفدراليه اهم بطوله للزمالك السنه دي. بطوله كاس مصر كنت اتمنى ان هي تبقى موجوده بعد التوقف على طول، بس اتاجلت لحد دلوقتي لسه ما نعرفش هتبقى امتى. بطوله كاس مصر دي انا من وجهه نظري مش ماتش هتكسبه وخلاص. لا انت داخل ضامن الفوز، مش داخل ضامن، انت عايز مش انت بتحقق 10 مكاسب بمكسب واحد. اصل انت بتكلمني بلغه انت هتكسب الماتش، فانت لا لازم ضمنت الماتش وكسبته. ده اهم بطوله للزمالك السنه دي، وهتبني عليها كمان الفتره اللي جايه كمان. البطوله دي بالتحديد هتفرق مع الزمالك في كل حاجه. يعني طبعا نفسيا معنا كل حاجه، لا كل حاجه كمان، ومع وجود كمان الصفقات هتبقى موجوده. انا بقول لك لا البطوله مهمه، هيبقى لها طعم مختلف خالص باذن الله. عايز اروح معاك للمنتخب الوطني، وشايف رحله المنتخب ان شاء الله تبقى عامله ازاي في كاس امم افريقيا. البطوله صعبه جدا ان شاء الله باذن الله المنتخب يرجع بالكاس. البطوله صعبه، انا ضد نظريه التشاؤم من البعض، لا ان المنتخب ناقصه كتير، وان المنتخبات في افريقيا وبنتكلم على المغرب مثلا، السنغال، كوت ديفوار، لا منتخب مصر مهما كان طبعا ليه قوته وليه اسمه جوه افريقيا. عاجبني قوي اسلوب فيتوريا. عجبك جدا؟ جدا جدا. في ناس بتوجه له بعض الانتقادات. ما انا بصي عجبني جدا هو راجل مش شاغل دماغه باي حاجه خالص. بيختار لعيب مصمم عليه هاخده. بعد اعلان قائمه المنتخب شفنا بعض انتقادات. ما ده بكلمك فيه بعد القائمه بالذات. لا يعني بعض الانتقادات الموجهه ان في ناس شايفه لا انت ما خدتش اللعيب ده وازاي ومش ازاي والقصه دي. لا هو راجل مش شاغل دماغه، عارف انا هاخد ايه
واللعيب ده هستفيد بيه ازاي. بس انت في لعيبه معينه كنت تتمنى ان هي تكون موجوده في كاس الامم غير طبعا الونش عشان الونش يعني؟ كنت اتمنى دونجا بصراحه. يعني دونجا كنت اتمنى انه يكون موجود مع المنتخب في البطوله، كان هيبقى اضافه الصراحه. اضافه طبعا. اضافه كويسه ودونجا جدا. ودونجا ماشي بشكل كويس على فكره الفتره اللي فاتت. بشكل كويس جدا جدا مع الزمالك. مع الزمالك متقلق. استحق ان هو يكون موجود. ومحمد عواد. وعواد طبعا لا غبار على عواد ولا كلام ممكن يفي عواد الصراحه. بس نفس الوقت خلاص دي اختيارات الجهاز الفني، هو اللي هو الادرى، شايف ان هي المناسبه عنها وهو اللي هيتحاسب عليها بالظبط. فبشكل عام بص انا بقول لك، انا مثلا كان نفسي دونجا وعواد ويستحقوا من وجهه نظري انهم يكونوا موجودين، بس في الاخر لا، الراجل خلاص هو اختار ده. فيتوريا كمان البطوله دي تحدي بالنسبه له. يعني انت تمسك منتخب كان فترات طويله جدا فيتوريا مع انديه، تمسك منتخب بطوله كمان جديده عليك، بطولة افريقيا. انا حاسس ان هو بيتعامل معاه ان هو كان موجود في افريقيا من سنين طويلة كمان. لا، تحضيراته الفترة اللي فاتت كويسة جدا، شغال صح. واهم حاجة زي ما بقولك، بعض اللعيبة ما كانوش موجودين من اندية والكلام ده كله، تهاجم والدنيا، قعدنا مثلا 48 ساعة السوشيال كله هجوم على الراجل عشان ما خدتش سين وصاد. تمام؟ فالراجل ما فكرش في اي حاجه خالص وما ركزش في اي حاجه، انا مسافر مركز. هو اللي حاسب فعلا في الاخر. طب انت ايه رايك في اداء المنتخب امام تنزانيا؟ الشوط الاول يعني ما كانش احسن حاجه الشوط الاول. في الاخر دي تجربه وديه، هو ربما يكون بيجرب طريقه لاعب، بيجرب لعيبه في مراكز معينه شايف ان هي ممكن يعتمد عليها في البطوله. لكن اول ماتش للمنتخب مع موزمبيق، خلاص بصي كل الوديات وكل التدريبات والكلام ده كله صفحه بتتقفل. في ناس مستسهله مجموعه مصر، مش مستسهله هي المجموعه يعني، متواضعه، مش قويه قوي، مش اعلى حاجه يعني، في مجموعات في البطوله اقوى. بس نفس النظريه ما ينفعش ان انت تتعامل معاها خلاص ان انا صاعد كده كده. بس لو كنت بصيت الثقه الزياده دي بتبقى وحشه، الثقة الزيادة بتبقى وحشة. وعايز افكرك اللي حصل البطولة اللي فاتت، أول ماتش مع نيجيريا اتغلبنا، الدنيا هجوم رهيب على الجهاز الفني وعلى اللعيبة، وخلاص الكلام إن المنتخب طلع من الدور الأولاني ومنتخب راجع. المنتخب في الآخر وصل المباراة النهائية وخسرت في الآخر بضربات الجزاء. ضربات ترجيح اللي هي ضربات حظ في النهاية. فأنا شايف دور المجموعات مهم جدا. في ناس بتستسهل إن أنا هكسب دول، لأ، أنت دور المجموعات لما بتأدي فيه كويس بتاخد ثقة. صح. الجهاز الفني كمان ماتشات الوديه بالنسبه له التشكيل اللي بيلعب بيه مختلف، ان انت خلاص ماتش رسمي في لعيب ممكن يأدي في الوديه بشكل كويس جدا، بس بيجي على ارض الواقع في الماتشات الرسميه ما بيكونش افضل حاجه. انا شايف ان المنتخب توقعي باذن الله ان الدور الاولاني المنتخب هياخد 9 بونت. طب ازاي فيتوريا يستفيد من زيزو صلاح مع بعض، من الثنائيه دي؟ زيزو صلاح مع بعض ده لغز وسؤال. ان دايما بص هكلمك عشان نحاول نحلها، بس هكلمك بصراحه، ده ناس كتير جدا شايفه ان زيزو في المنتخب مش زي ما موجود زيزو في الزمالك. السبب ان انت المهام والجانب التكتيكي بتاعك انت في الزمالك، انت في نص الملعب كده زي ما بيقولوا ايه، الوسطى بتاع نص الملعب، ان انت يمين وشمال وبتروح هنا وبتعمل كل حاجه. مع المنتخب لا، بتبقى شويه مهامه مختلفه، متأيد شويه مع المنتخب. انا شايف ان افضل حاجه ان زيزو يكون ثالث مع المنتخب في وسط الملعب، وصلاح موجود زي ما هو كجناح. لكن زيزو ما ينفعش ان انت تقول طب زيزو هلعبه جناح، طب ما صلاح موجود جناح. موجود بالظبط، ما هي دي العقبه اللي بنفكر فيها. وانا وجود زيزو على الدكه ده انت بتضيع 50% من قوه المنتخب من الماتش. يعني مش من قوه انت هتنزل زيزو مثلا الشوط الثاني في الدقيقه 60. لا، زيزو مؤثر، هتعمل تغيير. زيزو مؤثر، مش مؤثر. زيزو كمان لعيب هتحتاجه في افريقيا، لعيب اللي هو لو قدامه مين مش هيخاف. مش هيقلق، مش هيبقى مهزوز. لا، هو بالنسبه له انا بلعب بغانا زي الكاميرون زي ساحل العاج. على فكره انا هنا لما بشكر في زيزو مش بشكر في زيزو بس بصفته لاعب نادي الزمالك، لا، انا بشيل الانتماءات على جنب، لو انا زيزو بفكر في مصلحه منتخب مصر. بص، لو زيزو ما كانش بنفس المستوى والامكانيات ديت ما كناش شفنا كل الانديه كم العقود اللي جت والانديه، وبنسمع ارقام جامده جدا. لعيب الارقام دي بتدفع في لعيبه بلعيبه في اوروبا عايزه تدفعها عشان تجيب زيزو. صح. لو زيزو، لو احنا مثلا زي ما اقول لك ان احنا بنبالغ مثلا، لعيب بابن النادي واحنا بنبالغ فيه وبنضخم في الموضوع، الانديه اللي بره دي كلها هتدفع الفلوس، ده الفلوس اعلى كمان من اللي هتدفعها في لعيب في اوروبا. فده بيعكس قد ايه ان زيزو
مؤثر. فانا بقول لك زيزو لازم لازم فيتوريا حره طبعا في اختياراته، بس زيزو يبتدي الماتشات مهم جدا، ما ينفعش ان زيزو تحطه على الدكه، انت بتضيع 50% من الماتش. ماتشات افريقيا 90 دقيقه، الماتش اللي بيخلص مش هيتعوض. ممكن يقول لك طب ما خليه على الدكه ويبقى ورقه رابحه معايا، بص ما ينزل يقلب لي موازين الماتش ده. طب ما ابتدي بيه وخلص الماتش بدري. هي وجهه نظر. انا ضد دايما نظريه ان ما فيش ورقه رابحه في الملعب. ضد نظريه ان انت توقع قلبي. يعني طب واضغط نفسي ليه؟ طب ما ابتدي الماتش خلص الماتش. ومنتخب لو بصينا كده هتلاقي منتخب عنده ورقه رابحه عادي، يعني ممكن في لعيبه كتير تخليها الاوراق رابحه. فلازم فيتوريا وانت بتختار زيزو، لو انت مش عارف هتوظف زيزو ازاي ما تضموش. يعني من الاخر لو انت مش عارف هتوظف لعيب زي زيزو ازاي وتستفيد بيه ازاي وتضمه ازاي، ما ينفعش ان زيزو يتاخد العبه مثلا ربع ساعه انزله في مركز. طب ما هو اللعيب، اقول لك على حاجه، اللعيب بقاله عمره كله بيلعب بشكل معين بطريقه معينه، ما ينفعش ان اللعيب اجي فجاه اغير مركزه خالص. طب ما هو لعيب مش هيأدي بنفس الشكل اللي كان مطلوب منه. بس دي حقيقه. عايزه اسالك، يعني منتخبات مرشحه مع مصر للبطوله بس سريعا، مصر، السنغال، المغرب، كوت ديفوار. المغرب، كوت ديفوار، تمام. عايز اروح معاك دلوقتي ليه سؤال لحلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان سؤالنا النهارده امنيتك لمنتخب مصر في كاس افريقيا. احمد عيد وهبه، مساء الخير عليك يا ما، بشكرك وعلى الناقد الرياضي هاني عصام. امنيتي لمنتخب مصر انه يحصل على البطوله ويفرح كل المصريين، وباذن الله منتخب قادر على تحقيق البطوله، واحنا كلنا مع المنتخب، كل الدعم والتوفيق لمنتخبنا، زملكاوي وافتخر. لمياء حسن، مساء الورد، بشكرك جدا يا لمياء. امنيات المنتخب الوطني انهم يقدموا اداء ومستوى رائع، وانهم يفرحوا كل المصريين ويتوجوا ببطوله كاس افريقيا، وتحياتي ليك يا ماما وكل فريق العمل وقناه الزمالك، بشكرك مره ثانيه يا لمياء. خالد احمد، مساء الخير والسعاده حضرتك، بشكرك جدا يا خالد. ان شاء الله انا بتمنى حصول منتخب مصر على بطوله كاس الامم الافريقيه، وان شاء الله يفرح الشعب المصري كله، وكل الدعم والتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني. تحياتي لحضرتك والفريق العمل في البرنامج، بشكرك يا خالد. عبد الرحمن مرزوق، مساء الخير عليك، بشكرك جدا. امنيات المنتخب مصر باذن الله يحصل على البطوله ويفرح الشعب المصري كله، وباذن الله يكون قادر على تحقيقها، وان شاء الله اللعيبه يكونوا على اعلى مستوياتها، وخصوصا صلاح وزيزو زملكاوي وافتخر. رحاب احمد، مساء الخير عليك يا ماما، بشكرك جدا، بتمنى لمنتخب مصر كل التوفيق، واتمنى لعيبه المنتخب يفرحونا ويرجعوا بالثمنه ان شاء الله. عبد الله محمود، مساء الورد عليك يا ماما، بشكرك جدا، بتمنى التوفيق طبعا لمنتخب مصر، واهم حاجه نركن الانتماء على جنب ونشجع ونبقى كلنا ايد واحده، طبعا بتمنى البطوله التامنه زملكاوي وافتخر. علي محمد، التتويج بالبطوله الافريقيه التامنه باذن الله يوسف ابو العلا، الوصول الى النهائي وحصد البطوله يا رب ان شاء الله، وفعلا اهم حاجه ان احنا نركن الانتماءات تماما على جنب. بشكر حضراتكم دايما وابدا على التواصل معانا. هاني كنت منورني النهارده، هاني كنت سعيده جدا بوجودك معايا. ربنا يخليك يا ما. شكرا. مشاهدينا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، اشوفكم بكره على خير ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.